أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء على أهمية العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، وحرص المملكة على مواصلة تعزيزها في شتى المجالات وبخاصة في المجالات العسكرية والدفاعية. جاء ذلك خلال استقبال سموه حفظه الله اليوم في قصر الرفاع الفريق بحري سامويل بابارو قائد القوات البحرية بالقيادة المركزية الأمريكية قائد الأسطول الخامس بمناسبة انتهاء فترة عمله، حيث أعرب سموه عن شكره لقائد القوات البحرية بالقيادة المركزية الأمريكية قائد الأسطول الخامس على جهوده التي بذلها خلال فترة عمله والتي أسهمت في تنمية علاقات الصداقة بين البلدين والشعبين الصديقين، متمنيا له دوام التوفيق والنجاح في مهامه القادمة. وخلال اللقاء تم بحث عدد من التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. من جانبه أعرب الفريق بحري سامويل بابارو عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء على ما يوليه سموه من اهتمام في تعزيز علاقات البلدين والشعبين الصديقين، مثنيا على ما لقيه طوال فترة عمله في المملكة من تعاون ودعم من أجل تأدية مهامه، متمنيا لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار.